بكرة رمضان. لا ابوس ايدك يا عزيزي ان شاء الله. احبسني انفرادي، انا موافق ان احبس انفرادي، بس لا تطلعني على هالمجتمع مشان ربك. حطوني بجزيرة مفقودة. ايه صح، مي مفقودة، كيف بدي الاقوها؟ اه صح. طب غرقوني بمثلث برمودا. مالك يا زول؟ هذا بوش صاحبي، وهذا انا عبده، وهاي قصتي مع رمضان. انا تربيت بمجتمع عربي ومحلي بحت، وكل سنه كاي سنه بيجي الشهر الفضيل رمضان، اللي بصراحه لو كنت شخص جاي من كوكب ثاني راح اشك بانه فضيل من الاحداث اللي بتصير فيه. لحظه قبل ما تسكروا الفيديو وتسبوا علي، كملوا الفيديو وشوفوا وجهة نظري. برمضان شاشات التلفزيون بتتعبى مسلسلات أغلبها مناقضة لفكرة الشهر الفضيل اللي المفروض إنه نصوم فيه عن الشهوات، لأنه كل شهوات العالم بتنوجد بهالمسلسلات. البرامج اللي بتطلع فجأة، إن كانت بالتلفزيون أو بالسوشيال ميديا، اللي كلها عن الأكل. طيب يا جماعة ما أنا صايم، ما هو أنا إذا بشوف لقطة من هيك برنامج بظل طول اليوم بس أفكر بالأكل، شو هالعذاب النفسي؟ الناس بتصير روحها بمناخيرها، بتبطل طايقة بعض. طيب شو القصة؟ ما انتو قبل رمضان بيوم كنتو يا محلا. مش المفروض انه شهر رمضان الشياطين فيه بتتربط؟ طيب مين اللي خلاكوا تتمشكلوا مع بعض؟ تضيع الوقت اللي بصير، كل ما تشوف حدا بيقول لك يا عبده ايش الواحد فيه يضيع وقته قبل الاذان؟ زيت يا اخ، وبنسى ينجز اي اشي بيومه، وطول شهر رمضان وهو بس بفكر باذان المغرب. مش كمان من اهداف رمضان انه الصائم يركز روحانيا؟ الحرب اللي بتصير بالشوارع بين الأولاد مع الفريقية، بس برمضان الأهالي بيسمحوا لأولادهم يزعجوا كل الحي بعد الإفطار مباشرة، لا وبيكونوا فخورين فيهم. طيب شو بالنسبة لصلاة التراويح؟ بتكون بتصلي على باب المسجد في خريطة بوشينكي بين الأولاد، بس برمضان عزايم كثير، ما بلحق الواحد يرتاح ولا يتعبد، الناس رايحة جاية على بعض وسواليف. وأكل وأكل وأكل، أكل كثير بيزيدوا من كم، لأنه مين بده يأكل أكل بايت لثاني يوم؟ وفي ناس بدول بتعاني من مجاعات، وإحنا المفروض ننحس فيهم بشهر رمضان. شهر رمضان اللي حكيت عنه بالبداية بالعنوان إنه ليش ما بحبه، أنا بحبه بس حكيت هيك عشان أستفزكم. شهر رمضان مش فيه المشكلة، والمشكلة كمان مش بالشياطين، المشكلة فينا إحنا كبشر، تصرفاتنا وعاداتنا الخاطئة وشياطين الإنس اللي بتعرض بهذا الشهر كل إشي بناقض فكرة الشهر الفضيل، سواء بالسوشيال ميديا أو بالتلفزيون، فقط بهذا الشهر بتركوا كل السنة وبيجوا على هذا الشهر. عشان هيك إحنا مسؤوليتنا تجاه الشهر إنه نعطيه وقته عشان نفهمه ونفهم سبب فرضه علينا من رب العالمين، لأنه ربنا ما بيفرض إشي إلا لسبب، سبب هو عز وجل فاهمه أكثر منا كبشر، وإحنا إذا بدنا نفهمه زي ما ربنا بده لازم نطبقه بحذافيره، فخلونا ما نتعدى على حرمته وخلونا نتفكر. بالنهاية الرسالة اللي بدي أوصلها بأنه الصيام هو مش بس إنك تصوم عن الأكل والشرب، الصيام هو بأنك تصوم عن كل المعاصي اللي رب العالمين ذكرها، عشان يوصل لنا الرسالة بأنه الإنسان لما يتصالح مع ربه مع نفسه مع الناس رح يوصل لمرحلة من الصفاء وراحة البال ورضا عن النفس، ويرتقي لمكانة ربنا أراد له إياها من رحمته وكرمه. ارتقي.